يا صباح الخير وسعادة على كل المصريين اللي بيشوفونا على شاشة التلفزيون المصري من خلال شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية. أهلا بحضراتكم في حلقة جديدة ويوم جديد من صباح الخير يا مصر. صباح الخير يا مصطفى. صباح الخير لك يا جمانة، وصباح الفل على حضراتكم كلكم، وصباح الخير يا سينا. صباح الخير يا سينا، النهاردة هو عنواننا، والنهاردة برنامجنا صباح الخير يا مصر هيكون في شمال سينا، وتحديدا في عاصمة هذه المحافظة مدينة العريش. العريش ربما عانت في وقت فات من عمليات إرهابية ومن تكفيريين كانوا بيستهدفوا الأهالي هناك، وكانوا في الأصل في هذا الأمر بيستهدفوا الدولة المصرية، لكن دلوقتي خلاص زي ما قال سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي إن الإرهاب أصبح تاريخ. صحيح، أصبح تاريخ يا مصطفى. الحقيقة يمكن بفضل قواتنا المسلحة وشرطتنا وأهالي سينا، سينا أصبحت آمنة تماماً بفضلهم، ما عادش في وجود لأي أفكار تكفيرية أو عمليات استهداف الدولة المصرية. طب هل ده جه بسهولة؟ لا، ده جه بتضحيات كتير جدا، جه ببطولات عظيمة ودم طاهر سال على رمال سينا عشان نقدر نوصل للحظة دي. هقتبس من كلامك القصة اللي انت قلتيها، لان سيادة الرئيس في الندوة التثقيفية وربما قلنا الكلام ده اكتر من مرة، قال ان الثمن اللي اتدفع في سينا غالي جدا، والثمن ده كان اكتر من 3000 شهيد واكتر من 8000 مصاب. رقم ضخم جدا لما تتكلم في شهداء الجيش والشرطة، ان هم اكتر من 3000 شهيد. شوف بقى كام اسرة فيها كام طفل اتولد ولقى نفسه يتيم، كام ارملة، كام ام، كام اب، مأساة حقيقية. طبعا ده لو اتكلمنا على الشهداء، لو اتكلمنا على المصابين ربما حالهم برضو صعب جدا، ان هم بيعيشوا مع اصابات بالغة الصعوبة. كان في بقى عبوات ناسفة، وكان في استهداف لكل مظاهر التواجد الامني في شمال سيناء. المعركة ضد الإرهاب كانت معركة بالفعل قوية، كانت معركة حاسمة، أعتقد إن هي كانت أكبر موجة إرهاب مرت على تاريخ مصر كله. صحيح المنطقة كانت صغيرة، ولكن التركيز الإعلامي العالمي على إن هذه المنطقة كانت مشتعلة خلى الدنيا كلها تتكلم عليها. علشان كده الثمن اللي دفعناه في هذه الحرب كان ثمن كبير. دماء الشهداء اللي ضحوا بأرواحهم علشان تفضل مصر آمنة ومستقرة كان ثمن كبير، وعلشان تعود الحياة لطبيعتها مرة تانية في كل شبر في أرض سينا كان في تضحيات، كان في معارك، كان في جهد اتبذل على الأرض، كان في أشياء كتير جدا ربما لا نعلم عنها سوى القليل جدا. صحيح يا مصطفى، يمكن هي استراتيجية كمان الدولة المصرية القضاء على الإرهاب ما كانتش فقط أمنية، لكن كان ليها محور تاني، محور مهم جدا لمصر في معركتها ضد الإرهاب. كان هذا المحور هو محور أو المعركة التنموية الحقيقية اللي حصلت على أرض سينا. يمكن حركة كبيرة جدا، تنمية شاملة في سينا في كل المجالات، أنفاق، طرق وكباري، مشروعات زراعية، تجمعات سكنية، مشروعات عملاقة بتربط سينا بمحافظات الدلتا والجمهورية كلها. الحقيقة يمكن مشروعات كبيرة جدا وحركة تنموية كبيرة جدا، مش مجرد لفكرة الإعمار أو التعمير يا مصطفى، لكن ده كان جزء من الاستراتيجية المصرية للقضاء على الإرهاب، لأنه لما يكون في حياة والحياة ترجع لطبيعتها مرة تانية اللي غابت سنين عن العريش، ده في حد ذاته استراتيجية من استراتيجيات القضاء على الإرهاب. لما يكونوا أهالي العريش حاسين بأهميتهم وحاسين بوطنيتهم وحاسين إن هم جزء من البلد دي، لأن هم كمان قدموا تضحيات كبيرة جدا الحقيقة، ده في حد ذاته عامل مهم جدا من عوامل القضاء على الإرهاب. يمكن صحيح. كنا بنسمع عن العريش يا مصطفى أخبار بتعدي كده علينا، دلوقتي بقى بنسمع حفل للكينج محمد منير في العريش، عظيم. احتفالات في العريش، أهالي العريش بيفرحوا، ده في حد ذاته إنجاز كبير ولو تعلمون عظيم. صحيح. إنجاز مش ممكن كان يتحقق بسهولة، وإحنا بنتكلم كده نقول حفل للكينج محمد منير واحتفالات كان أحلام، مش أحلام، إحنا بالنسبة لنا يعني في حاجات كده كانت بتعدي علينا من كتر ما نسيناها بقينا بنقول ده مش ممكن يتحقق. افتكر الشيخ عيد الميزيني اللي هو اللي منظم بطوله الهيجن كان معانا هنا في صباح الخير يا مصر عبر اتصال هاتفي، وبساله انت قعدت قد ايه يعني الموضوع ده، لو قصه الفنادق وحركه تشغيل السياحه يعني في مدينه العريش وهي في الاصل مدينه سياحيه، قال لي 12 سنه. 12 سنه الفنادق قافله، 12 سنه ناس اتضرت في اكل عيشها، 12 سنه ناس كتير جدا ربما كان مصدر دخلهم الوحيد هو الناس اللي بتيجي في العريش تصيف او تقعد في القرى المطله على شاطئ المتوسط. ولكن النهارده اعتقد ان واجب كل مصري ان هو يصيف في مدينه العريش، ان هو يحط العريش
على أجندته السياحية اللي ممكن من خلالها يعرف هناك. الأسعار هناك على فكرة ما هياش غالية. أفتكر أن طفولتي رحت أكتر من مرة في مدينة العريش، مدينة جميلة وبحرها جميل ومتميزة بالنخيل المنتشر على هذه الشواطئ، مدينة فعلا غاية في الجمال. فالعريش النهاردة بترجع مرة تانية، بتقول أنا رجعت، بتقول أن الإرهاب خلص، بتقول أن أنا عندي آلاف الناس اللي حضروا حفلة، عندي وفود من عدد كبير جدا من الدول العربية قدروا ان هم ياتوا في بطوله زي بطوله الهجن ويقعدوا في العريش وياتوا بجمالهم ويحتفلوا ويغنوا من غير ما يبقى في اي منغص من منغصات الحياه اللي كانت موجوده هناك. الثمن اللي اتدفع كان صحيح دم جنودنا وكان قطع الرزق الناس اللي هناك وكان عمليات استمرت لسنوات طويله، لكن اعتقد ان دي لحظه من لحظات الحصاد اللي انتظرناها طويلا، لحظه احنا بنعيشها وبنحتفل بيها وبنقول العريش رجعت. حطوا العريش على أجندتكم السياحية مرة تانية، ارجعوا وزوروها، العريش أصبحت آمنة وشمال سيناء كله أصبح خالي من الإرهاب. صحيح مصطفى، زي ما أنت كنت بتتكلم التضحيات والدماء اللي سالت على أرض سيناء صحيح طبعا بتؤلمنا، ومع أني متأكدة أن كل جندي قدم روحه فداء لأرض سيناء متأكدة أنه كان بيقدمه هو في غاية السعادة وهو مؤمن تماما باللي بيعمله. بس احنا عبر تاريخنا معروف ان احنا ما بنسيبش حقنا، واحنا بالنسبه لنا الارض عرض، ما بنسيبش حقنا يا مصطفى. ويمكن دلوقتي اقل حاجه ممكن نقدمها لهم ان احنا نروح هناك، نروح ونبقى مقدرين قيمه كل ذره رمل في بلدنا، نبقى عارفين التضحيات اللي اتدفعت في كل شبر في البلد دي اللي لحد النهارده بالمناسبه هي مطمع، ولحد النهارده كل العالم حاطط عينه عليها. يعني مصر لازم ترجعوا كده وتقروا في التاريخ وتعرفوا موقعكم وإيه أهميته وتعرفوا كام حد كان حاطط عينه على مصر، كان وما زال وسيظل. صحيح. مصر مهمة جدا جدا جدا، لازم تعرفوا قيمة البلد دي، تعرفوا قيمة البلد اللي انتوا عايشين فيها، قيمة البلد اللي موجود فيها يمكن مواطنين من كل الجنسيات يا مصطفى. حقيقي احنا ما بيفرق لناش مين قاعد معانا، مين موجود عندنا، طول الوقت فاتحين دراعاتنا وقلوبنا وبيوتنا لكل اخواتنا من اي بلد في العالم. واتمنى بس كمان ان احنا نبقى متاكدين من النقطه دي وما ننسقش ابدا 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 ورا اي حد يبتدي يتكلم يقول احنا عندنا مين، مين فين، مين قاعد عندنا منين. لا، احنا عمرنا ما كنا كده. صحيح. عمرنا ما كنا كده، واوعوا تخلوا حد يدخل في مخكم النقطه دي. صحيح.